الحقيقة مننا بلاش تموت، عيب علينا في وقتنا حق يموت، والحق إن كلنا أصحاب عقول، كل عاقل من الناس أقصد أقول، يبقى لو ضاع الحق من عاقل أصبح اللي ما عندوش عقل أفضل منه. غير كده ما أقدرش أقول. مش بس كده، ده الحيوان والطير وكل شيء في الكون أفضل منه، لأن صاحب العقل انتصاره إنه ينفذ الحق في هذا الكون ويكون عبرة لغيره في هذا، بدون عمل انقسام للبشرية من حوله ممكن تكون، أو يسبب فتنة وخراب ودمار، بكده يكون الوضع ضد الحق وخيبته تكون أمر واضح، ويبقى من الظلمة في هذا الكون. الحق إنك ما تظلم حد مهما كان هذا الحد في هذا الكون، والحق إنك تأدي عملك في أحسن وضع ممكن يكون مدام تقبلته على أي وضع يكون، والحق إنك تكون حاكم بين الناس بكل عدالة مدام أمر منك مسؤول، والحق إن تعاملك مع البشرية يكون بأدب إنساني مفهوم، ولا تنشر بينهم الهمجية ولا الهلس أو الرذيلة ولا أي شيء ممكن يكون سبب في تراجع أبناء المجتمع عن الأدب المفهوم، والحق إنك تختار ناس تعمل على انتصار شامل لوطنك والحفاظ على وحدته دايما بين كل أبناء هذا الوطن مدام هذا الاختيار منك مسؤول، والحق إنك تحافظ على أسرتك وتركز معاهم كده وتصبر عليهم وتذكرهم دايما الصح كيف يكون. يا ريت تسمعوني يا ناس وتنشروا هذا الحق بين الناس، والحفاظ على هذا الحق يكون عملي من كل الناس، عيب علينا هذا الحق يموت.